ابنة تونسي تتباع وتتشري على الكيس 30 80 و120 دينار. هي أسوام كريان البنات اللي واقفة هون. أشخاص تراقبوا حال عيناها على مرش الكريان انسي. هما اللي يجيبوا انسي، هما اللي يتحكموا في البلايس الأنجة الشوارع المادات اللي باش يقفوا فيها البنات، وهما زادا اللي باش يقبضوا في آخر الليل اللي لمدوها انسي بالبورسنتاج. بلايس محجوزة بالاسم بزنس ومرشي في وسط الشوارع والكياسات. شكون قاعد يتحكم فيها البلاد هذا؟ كيفاش قاعدة تتم عملية كريانهم بالسوايع؟ وقديش توصل لأسوامهم؟ وكيفاش يعديوا ليلتهم؟ الحديث على مجموعة من الشوارع في تونس العاصمة، الحركة فيها ماهيش عادية كيما غيرها من الشوارع الآخرين. صحيح كي تيح الليل العادي انو الحركة تنقص في برشا أنهج، الكراهب تقل وأغلبية العباد شدة ديارها، خاصة وانو الوقت اللي نحكيو عليه من 9 حتى نص الليل. لكن مش هذا اللي صاير في مجموعة من الأنجة والشوارع في العاصمة. الشوارع مقسمة ومنظمة بالوقت، الكريان البنات بالسوايع. سوق يتحل بابها 8:30 متاع الليل ويتسكر نص الليل. البنات فيها سلع تترصف على المادات بالاسم والعمر والسوم بالطبيعة، ومع الكليون إلا أنه يختار يناقش في السوق، وكانت فهمه تتهز المرأة وتطلع مع الكليون. لأننا نحكيه على الشارع على 2 لـ 3، أما نحكيه على أكثر من بلاصة تحولت المرشي. شوارع تتكرى فيها ومنسى، هذا على الأقل اللي نجمنا نوصلوله في ليالي من البحث. الليلة الأولى كانت ليلة السبت، 8 متاع الليل تحركنا بالكرهبة. مستحيل انك تنجم تتحصل على واحدة من سيف الشوارع اللي نحكيو عليها من غير ما يكون عندك كرهبة، هذه على الأقل واحدة من تقاليد السوق اللي نحكيو عليها. احنا في طريقنا الشارع كثر علي الحديث. في الكياس هذا اخترنا بلاصة ما نتراوش فيها، بلاصة مقابلة تحركات نساء على المادة من اليمين لليسار. في الكياس هذا فما أكثر من بني، وهذه المادة الأولى، وكما قاعدين تراو فما مرأة فوق المادة ماشية جاية. تبعناه دقيقتين ويجي الكليون هذا، راجل في وسط الكرهبة البيضة هذي، تناقش هو والطفلة مع بعضهم والظاهر انهم تفهم وين وبقديش. وهكا طلعت المرأة معاه في الكرهبة. زعما المرأة هذي مشات وما عادش باش ترجع لبلاصتها في الشارع. زعما الكارية متاعها باش تكون ليلة كاملة ولا باش تعاود ترجع لبلاصتها؟ مازلنا في نفس الكياس لكن دورنا من الجهة الأخرى. الزوز بنات هذم جاو قدام ماشيين جايين على المد، يستناو في الكليونات حتى لين تجي. من بعد بعدوا علينا شوية. تبعناهم حتى لين مشيت وحدة فيهم الآخر المادة اللي في النهاج هذا. وهوني كرهبت الكليون استنى. اتفهموا على السوم والبلاصة كيف كيف. وكيما قاعدين نتراو الطفلة طلعت مع الكليون. ساعة من بعد وبالتحديد 49 دقيقة رجعنا على الكياس الكبير.
نفس المرأة اللي طلعت مع الكليوم الأول في الكرهبة البيضة، جات في تاكسي ورجعت لبلاصتها، نفس البلاصة اللي كانت فيها، رجعت لها باش تكمل تلوج على كليون آخر. ولهنا قررنا أنه نقدمه شوي باش نحكيه معاها ونفهموا من عندها كيفاش قاعدة تصير العملية، كيفاش تعدي ليلتها، وشنو الأسوام اللي تخدم بها إنسان لي هون. هشام الجو كشرات فما زوز كربة برتميرة هيك ريت مقبلة ويتبع فيه يتبع فيه. المرأة كانت خايفة خاطر فما زوز كراب كانوا يتبعوا فيه، والظاهر انه فما خلاف وتهديد بينها وبين طفلة اخرى في نفس النهج. عديش ما تعرفها عادة دي قد هيك العادة ما نعرفش حميرة كالعادة حميرة يعني 20 دينار. كمان نحكينا مع المرأة اللي قالت لنا وإنها تعدي ليلة كاملة في المادة هذه حتى اللي نجي الحريف. أما كي عرفت إنه غايتنا الوحيدة إنه نحكيه معاها ونسألوه، قررت إنها تهبط من الكرب. هاي باي باي ربي معك. هاي عايشك. العشرة متاع الليل، الحركة في نفس الشارع ما زالت متواصلة، واللي تكمل من الكليون الأول ترجع لبلاصتها كيما الطفلة هذه. في ليلة أخرى البحث مازال متواصل على المرشي هذا. مشينا لشارع آخر صاير فيه نفس البزنس، إنساء وبنات أعمارهم ما تتجاوزش 40 سنة موجودين على قارعة الطريق. البحث باش يهزنا للشارع هذا الوقت 9:30 متاع الليل، لهنا وين أكثر من مرأة موجودة على الكياس هذا، كل واحدة فيهم تستنى في الحريف حتى لين يجي ويحكي معاه. كنا نتصوروا إنه نفس العملية قاعدة صايرة في الشارع هذا كيما الشارع اللي مشينا له قبل، لكن يظهر انه هون العمليه منظمه اكثر، ما انه المراه هذه امراه عمرها فوق ال 45 سنة، لابسه باللكحل وشاده شعرها بفولاره. هالمراه هذه هي اللي تقف مع البنيه حتى اللي يجي الحريف، هي اللي تختار معاها الكراهب اللي باش تطلع له، هي زاده اللي تقف مع البنات الاخرين وتناقش في السوق. تبعناها من بعيد، مره واقفه هون ومره اخرى واقفه في اخر الكياس مع طفلة أخرى. قدمنا القدام وقررنا أنه نحكيه مع الطفلة هذه، طفلة عمرها فوق 28 سنة. حبينا نعرفه كيفاش تعدي ليلتها، لكن ما حبتش تحكي أكثر في التفاصيل. زدنا سألناها عالسومة اللي تتكري بيه. وبالطبيعة بعد برشا حديث فهمت الطفلة انه نحنا ميناش كليونات عاديين، وقررت تهبط كيما غيرها. كملنا في نفس البلاصة، هذه مرأة أخرى في آخر النهج. حكيت مع الكليون وتفهم وطلعت معها في الكرب. كرهبتنا ما زالت موجودة في الشارع، والمرأة اللي حكينا لكم عليها واللي كانت واقفة مع البنات شكت فينا وجات طول تعيط وتصيح، وفهمنا انه المرأة هذه هي المشرفة على البنات اللي في البلاصة هذه، وهذا اللي زاد تأكدنا بعد ما جاتنا للكرهبة. ابعدنا عليها وفهمنا انه الشارع ملكها تتحكم فيه وتعرف كل كرهبة لأنها جاية تفركس على نسي ولا متطفلين لازم تتخلص منهم، ويظهر أنه وجودنا الغادي مش ككليونات ولا يشكل لها قلق. ليلة أخرى من البحث، المرة هذه في واحد من الشوارع الأخرين في تونس العاصمة. لهنا السوق يبدأ بكري على العادة، 7:30 متاع الليل انسيت رصفت من مادة لمادة. ولهنا اقربنا بالكرهبة من البنات هذا، أول ما فهموا إنه نحن كليونات صار خلاف ما بيناتهم وقعدوا يحكيوا شكون باش تطلع معانا، ومن بعد تفهم وتوا وين جاتنا المرأة هذه. اسألناها على الأسوان عشي
وكان رجعتي رجعتي كان ما رجعتيش تقعد معاك. وحبينا نعرفوا كيفاش تعدي نهارها، لكن كيما غيرها من سي تعطي شويه تفاصيل ومن بعد تسكر على الموضوع. ولا الحمد لله وين صحتك صباح الحمد لله ولا الحمد لله هاو ريح ولا ريح نتحكم نتر نجيبو من الحال شو برني الخناء. المهم بالنسبه لها انها تتحصل على الفلوس ومش انها تحكي على ظروفها. وكيما غيرها من سيل يحكيوا معانا بعد ما فهمت انه نحن نطرحوا في برشا اسئله قررت انها تهبط من الكرب. مش هذا برك الشوارع وانا جوك يا سيد الخدمه متواصله فيه كارين نسى بسوية وبنات مرصفه كاينها سلعه تتسام وتتشري من اكثر من حريف واشخاص تقبض بالبرسنتاج عليهم. ممنوع انه يروحوا قبل وقته، ممنوع انه ياخذوا الفلوس وحدهم، ممنوع انه وحده من سيد تشد بلاصه غيرها من غير ما تشاور عارفه. استغلال سوق للجنس، سوق يجرمها قانون الاتجار بالبشر لسنة 2016 اللي يعتبر انه اي استغلال الاشخاص الاعمال دعاره او بغاء تنجم توصل عقوبه هالاعمال العشرة سنين سجن واخطيت فوق الخمسين ألف دينار. لكن اللي لقيناه أربع سنين وفي عام 2020 السوق ما زالت موجودة انسى فيها سلع والكليون اللي فلوسه حاضرة يكري ويروح. الليالي تعديها أكثر من مرام اللي قابلناهم فوق المادة هذي تستنى الكليون باش تاخو منه الفلوس باش تخلص عارفها وتاخو هي الباقي. استغلال جنسي من قبل أشخاص خلى أكثر من مرأة في أكثر من شارع مستعدة إنها تخدم وتتكري باش تنجم تدبر الفلوس.